تحياتنا لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا مباشرة على الهواء ضمن برنامجنا الصباحي نور جديد عبر فضائية نور الشرق وعبر الموقع الإلكتروني www.nursat.tv. اليوم مثل ما تعودتوا تشوفونا عم نطلع عليكم بهالشهر المريمي الفضيل لحتى نقلكم البشارة إن كان من لبنان إن كان من الشرق وإن كان من كل أصقاع العالم، لحتى نأكد دايما وبكل الأوقات ومع كل هالصعوبات اللي عم نعيشها اليوم بأنه العذراء هي موجودة بيناتنا، هي الحاضنة لألنا، هي مثال لتضحياتنا، هي مثال لتحصيلنا العلمي الدراسي، هي مثال لمسلكنا ولتصرفاتنا بحياتنا اليومية الإعلامية الاجتماعية وحتى الإنسانية. اليوم مشاهدينا وعلى مدار ساعة ونص برافقكم أنا وزميلي ميشيل حرب مباشرة على الهواء لحتى نكون نحن وياكم بوقفات ومحطات متنوعة مع ضيوف دايما عم نستقي منهم الحكمة، عم نستقي منهم كثير من المعرفة والاستزادة لحتى نكون أمناء على رسالتنا الإعلامية. المحطة الأولى من برنامجنا نور جديد بتكون مع الأب فرانسوا الصيفي الكبوشي يلي رح يتحدث اليوم بإسهاب عن معنى الشهر المريمي، وأيضا سوف يتطرق إلى موضوع فرح الحب يلي أشير له هذا الموضوع في الإرشاد الرسولي. صباح الخير أبونا. صباح النور، الله يخليك لك ولكل المشاهدين، رب يكون معكم ويسوع المسيح يبارك. شكرا ابونا. اليوم شيء حلو بير فرانسوا انه عم نشوف بكل المدارس بكل المؤسسات يوميا نستفيق على زياح للعذراء تقرع الاجراس ابتهاجا، بنشوف اليوم امام كل منزل وامام كل مؤسسه مزار للعذراء اليوم مزين بالورود البيضاء او الورود الحمر لحتى هيك نكرمها للعذراء على طريقتنا ونقلها انه كوني معنا، نحن دائما بنطلب شفاعتها. قد ايه مهم اليوم هيدا الشهر المريمي وكيف لازم نعيشه وباي معاني؟ بالفعل هيدا الشهر كثير مهم بالنسبه لنا، خاصه بعلاقتنا مع امنا مريم العذراء، بعلاقتنا نحن كبشر وكمؤمنين بالاخص وكطبيعه كمان ككل شيء، يعني مثل كانه بيقدم الجلال لامنا مريم العذراء، بيقدم التكريم لامنا مريم العذراء. نعم. خاصة على دورها بتاريخ الخلاص ودورها كمان بتدخلها بالاشياء بالامور الاساسيه بما يختص حمايه المسيحيين وحمايه الكنيسه وحمايه البشر جميعا، لانه هي كل البشر هن ابنائها، ومن هون بنشوف يعني حتى البشر والعناصر الطبيعيه وكل المخلوقات بتأدي الاكرام لامنا مريم العذراء بهيدا الشهر المبارك مثل ما تفضلتي وقلتي خاصة. نعم. وكمان نحن بنشوف يعني كيف بلش، ليش هذا الشهر شهر المريمي، شهر مسميه شهر نوار، بعد بنتعرف عليه بشهر ايار وبشهر كمان شهر الازهار. هالشهر هيدا تقدم لامنا مريم العذراء، بالحقيقه هيدا منه اشياء قديمه كثير، قديمه ومش قديمه، يعني قديمه بمعنى صار لها حوالي 1000 سنه، ولكن تحديدا الشهر المريمي حطوه سنه 1724 حددوا ايار هو شهر مريمي، بس كان موجود بس ما كان اشياء رسميه، كان موجود على اشياء على صعيد اذا بدنا نقول بعض المملكات او بعض الكنائس او بعض المجتمعات لبعض البلدان كانوا حاطينه بهالقوة. هلا ليش شهر ايار هو شهر المريمي او ليش اختاروا هيدا الشهر؟ لانه دائما الناس بير فرانسوا بتنتظر هيدا الشهر انتظار كثير كبير لحتى تتهيأ للعذراء وليكرموه على طريقتهم. يكرموا امنا مريم العذراء. هو بالفعل في عندنا اذا بدنا نقول سنتين، سنه ليتورجيه اذا بدنا نقول اكثر من سنتين، بس هو بنحددهم هلا نحكي عنهم لحتى ما نفوت كثير بالمهتهات. نعم. في عندنا السنه الشمسيه، في عندنا السنه مش القمريه، اكيد في سنه القمريه بس هلا ما بتهمنا كثير السنه القمريه، بهمنا السنه الليتورجيه. نعم. في السنه الشمسيه والسنه الليتورجيه. هلا شهر ايار هو بشكل او نوار تنحدده، لانه في منهم بيتجنبوا يقولوا شهر ايار، بس انا اكيد بتعرف عليه بالعربي شهر ايار. شهر نوار او ايار هالمي هيدا شهر شهر الازهار، يعني من هيك بنقول هو شهر شمسي. شهر شمسي ليش شهر شمسي عم نقول؟ لانه شهر من السنه الشمسيه بشكل جزء اساسي من السنه الشمسيه، وهو الشهر الوسطي بفصل الربيع اذا بدنا نقول الشهر الوسط، انه ببلش الربيع بشهر اذار نيسان، ايار هو تقريبا كمان يعني اوج الربيع بشهر ايار. بهالشهر هيدا الازهار بتعطي كل ما عندها من اوج، يعني بنشوف كل الشهر كل الاشجار بتزهر، كل الزهور بتفتح. نعم. هالاشياء بقى من هيك صار في اول اذا بدنا نقول حسب ما طلعنا اول
مقولة إذا بتقول بتحدد شهر أيار بشهر العذراء هو الملك ألفونس ملك كاستيليا، كاستيليا منطقة بإسبانيا، عمل بإحدى البوام تبعه بإحدى الأشعار وبإحدى التراتيل إذا بدنا نقول صار التراتيل بيرتلوها بالكنيسة، عمل مقابلة إذا بدنا نقول بين هالأزهار هيدي اللي عم تفتح بشهر نوار وبين امنا مريم العذراء، يعني كانوا بنعرف انه كنا نقول انه بس حدا يقدم تضحيه او سكريفيس او اماته او شيء مشان مريم العذراء بسموها مثل ورده مش ورد، يعني قبل كان يقدموا ورود، ورود خاصه بهالشهر، وبهالشهر هذا بتفتح الورود كان يجيبوا هالورود ويقدموها لامنا مريم العذراء. هلا بالسنه الشمسيه في اكثر من شهر مكرس لامنا مريم العذراء، بس هذا الشهر مكرس بعلاقته مع الربيع ومع الزهور، عم بيقدموا كل هالورود، ومن هيك في تراتيل كثير حلوه نقول اليك الورد يا مريم يهدى دائما دائما بيرددوها بهذا الشهر بشكل متكاسل اكثر شيء بهذا الشهر صحيح. لانه بتحددها اليك الورد يا مريم بهذا الشهر هذا اللي بتفتح الورود بيهدوها بيروحوا بيجيبوا هالورود، اكيد الورود الطبيعيه من دون شك بتشوفي هلا بكل مزارات العذراء بتتقدم الورود الطبيعيه لامنا مريم العذراء، بس بقلنا انه في الورود الطبيعيه وفي الورود الرمزيه اذا بنقول او ترمز عليها الورود، إذا نحن ما قدرنا قدمنا وردة لأمنا مريم العذراء الوردة الطبيعية بنقدم إماتة لأمنا مريم العذراء بنقدم الصلاة. من هيك هلا شهر نوار سموه شهر أمنا مريم العذراء وبتنقيم فيه الذبائح وكل التكريم إذا بدنا نقول الزياحات والتكريمات لأمنا مريم العذراء والطلبات تتقدم لأمنا مريم العذراء. نعم ولكن في بكل الدول بكل الدول يمكن بيحددوا إنه يكون شهر أيار هو شهر مريم بكل الدول الشرق الأوسط. هلا شهر مريم هو شهر مريم نعم. بكل دول مش شهر الاوسط بالعالم اجمع كله بيختار هيدا الشهر في اكثر من شهر مكرسين في عندنا حوالي 5 اشهر من هيك عملت شويه مقابله بين السنه الشمسيه والسنه الليتورجيه السنه الليتورجيه لانه نحن بنقول السنه الليتورجيه هي بتدور اساسا مثل ما السنه الشمسيه الارض بتدور حول الشمس حتى تعطي الفصول الاربعه وحتى تعطي الحياه السنه الليتورجيه بيكون السنتر تبعها الإنسان أو الكنيسة بتدور حول حياة سيدنا يسوع المسيح أو شخص سيدنا يسوع المسيح بقى من هيك إمنا مريم العذراء نحن منكرمها مش هو هدف بحد ذاته تكريم إمنا مريم العذراء بقدر ما هي إمنا مريم العذراء بتدلنا على شخص سيدنا يسوع المسيح بقى منشوف بكل الصور اللي بحطوا لها بتكون يعني إنه هي عم بتدلنا على ابنها على نبع الحياة يعني الحياة هو بشخص سيدنا يسوع المسيح بكلمة سيدنا يسوع المسيح من هون الدور الأساسي للعبته امنا مريم العذراء بتاريخ الخلاص اللي هي استحقت لنا بفضل النعم اللي قالتها للرب استحقت لنا ثمره الخلاص اللي هي سيدنا يسوع المسيح. بقى من هيك شهر ايار او شهر نوار بسموه هو تكرس الى العذراء منذ سنه 1724 بالتحديد هيدا. وفي اشهر ثانيه اكيد هلا شهر ايار مثل ما قلنا او نوار تكرس العذراء، شهر حزيران تكرس لمين؟ لقلب يسوع. هلا بشهر بس هن مناسبتين يمكن منفصلين عن بعضهم. نعم يعني هن كشأن العذراء والقلب يسوع يمكن مناسبتين هن مناسبتين فينا نقول منفصلين بس مثل ما عم بقول وعم شدد انه عم بوصلوا اثنين بعضهم لانه بهالاشهر المتقاربه لانه اذا دخلنا بالانجيل اكيد بنعرف انه كل التكريم لابنا مريم العذراء انما العباده لابنا يسوع. نعم تكريم لابنا مريم العذراء بنشوف انه بإنجيل يوحنا نشوف دور إمنا مريم العذراء بتاريخ الخلاص في إشياء كثيرة بتدخل هون من أول شيء كانت هي الوسيط بينها وبين العرس وبين الأهالي وبين سيدنا يسوع المسيح مشان حصول أول عجيبة نحن نقول بسميها القديس يوحنا أول آية هي بعرس قانا الجليل ودورها كيف هي اللي لاحظت من هون هي اللي لاحظت على كل شيء ودورها الأساسي بإنجيل القديس يوحنا منذ بداية رسالة سيدنا يسوع المسيح من هالآية إلى آخر الإنجيل بحسب قديس يوحنا عندما كانت حد سيدنا يسوع المسيح على الصليب. هالدور الأساسي لأمنا مريم العذراء على الصليب هو أعطانا أمه بشخص الحبيب بشخص يوحنا الحبيب حيث قال لأمنا مريم العذراء أيها المرأة هذا هو ابنك وقال له لتلميذ هذه أمك بشخص يوحنا الحبيب أعطى أمه إلى البشرية جمعا. طب كفي المقدمة الصغيرة اللي بلشت فيها اللي هي إنه كيف شهر نوار هو أو شهر أيار وشهر ماي صار لمريم العذراء. في كمان أشهر تاني لمريم العذراء بنقول أنا في عنا كمان شهر في كتير ناس كمان لحتى نوضح هيدا النقطة بخرطوا بين شهر
نوار او شهر مي، شهر مريم العذراء او شهر الورديه، بفكروا انه هذا شهر الورديه، بينما مش شهر الورديه هذا. اي شهر؟ شهر الورديه. ايش الفرق بيناتهم ابونا توضيحا للمشاهدين؟ توضيحا هندي في الشهر الورديه اثنينهم لمريم العذراء، بس كل واحد روحانيته تختلف عن الثاني. كل واحد له، لا لانه لما الكنيسه بتحدد شهر او بتحدد عيد او بتحدد مناسبه معينه بيكون اكيد في لها عده ظروف. عادة تاخذ تنهل الامور تبعها من الكتاب المقدس او من تراديسيون او من تقليد الكنيسه، او شغلتين تستند اليهم الكنيسه لحتى تحدد اعياد او مناسبات نحن لازم نختاره. نعم. بقى بهالامور هيدي اكيد بشهر نوار الامور الاساسيه هي الكتاب المقدس، علاقتنا بابنا مريم العذراء. بينما بشهر الورديه اللي هو منه شهر ايار، شهر الورديه اي شهر؟ نعم، شهر تشرين الاول يسبق الشهر المريمي بكثير. شو؟ شهر تشرين الاول. ايه بس انه احنا ما بين تشرين الاول وما بين شهر ايار في اشهر متباعده، بيقدر المشاهد بالمقدمه اللي عملناها قلنا انه هيدا الشهر تخصص الى ابنة مريم العذراء من عناصر طبيعيه، من هي امور الزهور، امور الحياه، الربيع. الحياه طلعت والحياه اجت من شخص ابنة مريم العذراء. بينما شهر الورديه اللي هو تشرين الاول مختلف، لانه هنيك سمرت الظروف، غير ظروف، يعني كل الشهر تسمى غير ظروف وغير اسس مبدئيا. من هيك عم نعطي هالتوضيح والفرق بين هالشهرين، اثنينهم لمريم العذراء. حتى بأدار ب 25 اذار صار في عندنا تكريم للعذراء من نوع اخر، كمان بعيد شهر اذار. بس شهر اذار مش لمريم العذراء، مزبوط. لا بس انه حتى صار 25 اذار ناس بتكرمها فيه. شهر اذار هن عيد البشاره. عيد البشاره اللي هو كمان بنكرمه وبنعيشه وبنحدده بشهر ايار. بشهر ايار يعني اول يوم من شهر ايار، وهو بهون بيتحدوا ببعضهم بين شهر اذار وشهر ايار، والمناسبتين تقريبا سوا، لانه بشهر ايار شهر اذار لمين مكرس؟ كمان القديس يوسف. كمان القديس يوسف هو العذراء هلا صح؟ واول يوم من شهر ايار لمين مكرس؟ عيد القديس يوسف العامل، حسب نحكي ليتورجيا هون. هناك عملنا التوضيح ما بين التوضيح السنه الليتورجيه وما بين السنه الشمسية. الأيار هو شكل مثل ما قلنا هو شهر من السنة، شهر مريم هو من السنة الشمسية. وأول يوم من شهر أيار الكنيسة بتعيد، إذا نقول الكنيسة اللاتينية بتعيد إنه عيد القديس يوسف العامل، عيد العمال، عيد القديس. ومين العمال؟ مين هو اللي المثل الأعلى للعمال؟ هو القديس يوسف اللي هو بي العيلة. من هون بنعملها مثل كمان انتروديكسيون لحتى نحكي، مثل مقدمه لحتى نحكي عن فرح الحب، فرح الحب المعاش في العيله. قبل ما نحكي عن فرح الحب ابونا، بحب هيك يعني ترجم لي هيدي الصوره لما اشوف اليوم هيك اطفال حاملين هالورود الحمر، الورود البيض ليهدون للعذراء، بيصلوا حاملين الشموع هالبخور. قد ايه هيدي الصوره حلوه اليوم، الاطفال عم نعودهم من هني وصغار على تكريم العذراء لحتى بس يكبروا يعرفوا انه هي العذراء هي ام الكل بالنهايه، هي المعلمه الاولى بالنسبه لنا. قد ايه اليوم هيدي الصوره هي كثير مهمه نعيشها لاطفالنا، خصوصا هالاطفال اليوم المشردين، الاطفال اللي تهجروا تحت وطاه الظروف القاسيه، قد ايه لازم يفهموا هيدي الصوره. أكيد يعني هيدي الصورة كتير حلوة مثل ما عم بتقولي أنت، لحتى يعرفوا الأطفال يكتشفوا بحياتهم إنه أمنا مريم العذراء هي أم الكل وهي أمهم، يعني مثل أمهم وأم العيلة ككل، يعني أمهم وأم أهلهم وأم الكل وأم الكنيسة. ودور مريم العذراء أكيد إنه صورة كتير حلوة هيدي، بتخلينا نحن نربي أو ننشئ الأطفال على تربية أساسية بحياتهم وعلاقة حميمة مع أمنا مريم العذراء، وخليهم هن كمان يشوفوا إنه كيف الزهرة تكون مثل رمز لحبهم لمريم العذراء، تكون رمز لعلاقتهم الحميمة مع أمنا مريم العذراء، لهالحنين إذا بدنا نقول، ولهالعطف اللي هن مستنظرينها منهم واللي هي عم تعطيهم إياه بنفس الوقت. نعم. بنشوف إنه دور مريم العذراء مثل ما عم تقولي كان للأطفال، بس مش بس للأطفال، شوف الاطفال اذا بلشنا بالاطفال، الاطفال وكمان اجيال الناشئ، حتى الاجيال المسنين. نعم. وكل بين الاطفال والمسنين كل البشريه يعني لازم تكتشف هالدور الاساسي لأمنا مريم العذراء. نعم. بتاريخ الكنيسه وبتاريخ الخلاص. ما بنشوف كنا عم نحكي عن الشهر المريمي، اول يوم هو مثل ما عم تقول انه عيد قديس يوسف العامل بشهر مريم، واخر يوم من هون بنشوف انه في كثير اعياد لمريم العذراء بشهر ايار، ولكن
أهم عيد بشهر أيار هو آخر يوم. آخر نعم. يوم بشهر أيار شو بتعيد الكنيسة؟ بتعيد عيد الكنيسة اللاتينية عم نحكي، بتعيد عيد زيارة أمنا مريم العذراء إلى نسيبتها إليصابات، يعني ما يسمى عيد الزيارة. هذا التتويج للشهر المريمي. هيدا تتويج للشهر المريمي، ومن هيدا الحدد من هالعيد انه حدد تقريبا كان له دور اساسي بتحديد هيدا الشهر، انه نحكينا نعم. عن هديك الامور كلهم سوا، ولكن هيدا العيد اللي هو حدد انه هيدا الشهر يكون لامنا مريم العذراء، بالاضافه الى كل شيء حكيناه عن هيدا الشهر. وكمان كيف بدنا نعيشه مثل ما عم تقولي هيدا الشهر، وكيف بدنا ننشئ الاولاد حتى يعيشوا، حتى يكتشفوا، حتى يكون في لهم نقول نحن دور اساسي بعيش هذا الشهر بحياتهم اليومية، بحياتهم العائلية، في بحياتهم عطش روحي لهالشيء الاجتماعية. يكون في... إيه لا بس في روحانية كمان، روحانية معينة أكيد في، مثل ما عم تقولي هالزهور كتير حلوين كانوا منظرهم كتير حلو، بس أبعد من ذلك هو الشق الروحي. نعم. أبعد من هالشيء هو الشق الروحي، كيف بدنا نقدر الشق الروحي خليه إيه يتغلغل بنفوس هالأشياء. الشق الروحي والشق الليتورجي اللي فيه. نعم. مثل الزياحات، مثل التأملات. هلا كيف نحن بدنا نعيش هذا الشهر؟ كيف بدنا ننشئ الاولاد لحتى يعيشوا هالشهر؟ يعني كخطوه اولى مثل ما عم تقولي كثير حلو منظرهم انه يجوا حاملين هالزهره لعند امنا مريم العذراء تعبيرا عن حبهم لها. نعم. عن عطفهم، عن علاقتهم معها. بس اكثر من هيك هو لازم يبلشوا يحسوا ويعرفوا دور امنا مريم العذراء بتاريخ الخلاص. بقى من هيك اول 7 ايام من شهر المريمي منعيش الافراح المريميه، 7 افراح تبع امنا مريم العذراء اللي هن دوره بخير الفاس. اول شيء الانونسياسيون اللي هي البشاره، البشاره من هيك اللي عم نقول شهر اذار هو شهر مار يوسف، بس في عيد مهم لامنا مريم العذراء اللي هو عيد البشاره. وعيد البشاره بنعيده بنعيد اول يوم من الشهر، هو عيد تقريبا او بنحس او بنعيش بشاره نحن وعم نعيد عيد مار يوسف، بذكرنا بعيد البشاره ب 25 الشهر. نعم أبونا، رح نحكي شوي قبل ما يدهمنا الوقت عن موضوع فرح الحب بحسب ما ذكر بالإرشاد الرسولي. كمان فرح الحب له طريقة معايشة أخرى تختلف عن كل الطرق. كيف لازم نعيش هيدا الحب اللي هي المحبة بحد ذاتها؟ كيف لازم نطبق هيدا الفرح بحياتنا رغم هالألام اللي عم نعيشها؟ بالحقيقة هو فرح الحب اليوم للإرشاد الرسولي لازم نضوي عليه أكثر، خاصة للعيال، وخاصة كمان هي اللي عندها مشاكل، لأنه هذا فرح الحب هو تقريبا خلاصة كل ما توصلت إليه الكنيسة. أعطانا إياه قداسة البابا فرانسيس بهالإطار هيدا اللي هو تقريبا لازم يكون قاعدة، مش تقريبا لازم يكون قاعدة، لقاعدة حياة يعني، وقاعدة ذهبية مثل ما بنقول لكل العيال اليوم، للأشخاص اللي عم بيحضروا لحتى يبنوا عيال، وللعيال الأشخاص اللي بنوا عيال، لكل هال المؤمنين بالكنيسة وغير المؤمنين، لأنه هيدا بيفيد البشرية جمعاء. في خلاصة إذا بدنا نقول عن كل تعاليم الكنيسة بما يختص العيلة ولاهوت العيلة، ونحن بس نحكي عن العيلة أكيد، ونحكي عن بي العيلة هو مار يوسف عم نحكي عنهم، وأم العيلة هي أمنا مريم الهضرة. نعم. لحنا عم نحكي عن دورهم بتاريخ الخلاص اللي هن مثل أعلى لكل المؤمنين لحتى هن يخدون مثل طريق لهم لحتى يبنوا عيالهم. نعم. لحتى يكون فعلا بيتهم مبني على الصقر وعلى الايمان. بقى بتشوفي هلا امنا مريم العذراء، يعني نحن عم نكرمها بهالشهر المبارك لحتى نستفيد مثل ما عم نقول من روحانيتها، وهذا ما عبر عنه قداسه البابا بفرح الحب الارشاد الرسولي. بيقول عنه فرح الحب الذي يعاش في كل عائله هو فرح الكنيسه ككل. وهون بتطرق يعني لحتى نعرف انه الامنة مريم العذراء اللي هي مثال اعلى للكنيسة، وهي كمان قدوة بسموها، او كيف الكنيسة بدها تتطور، وهي مثال، واكثر من مثال هي صورة، صورة عن الكنيسة. يعني حياة مريم العذراء كلها هي صورة عن الكنيسة ككل، اللي هي جسدت هالفرح الى العالم اجمع، وهيدا الفرح اللي عم يحكي عنه قداسة البابا، لحتى العيال تقدر تستفيد منه اليوم، لحتى تقدر تعيش بهالفرح هيدا، يجب أن تنظر إلى تواضع إمنا مريم العذراء، إلى حياتها، إلى علاقتها مع سيدنا يسوع المسيح، إلى هالعلاقة الحميمة مع الله، إلى دورها بتاريخ الخلاص، إلى دورها اليوم بتاريخ الكنيسة كمان ككل. مثل الأشياء اللي عم نسمعها اليوم، يعني كل العجيب اللي عم بتصير من قبل مريم العذراء، يعني من قبل الله بواسطة مريم العذراء لحتى دلنا نحن، حتى توعي لنا ايماننا، لحتى نتقرب اكثر، لحتى نعرف
علاقتنا مع الكنيسه، نحن انه بنعرف انه امنا مريم معذره هي ام الكنيسه، هي ام كل واحد منا، هي اللي عم تتضرع الينا والى البشر اجمعين. ابونا فرانسوا، انا بختام هذا اللقاء بدي اشكرك على هذا التوضيح وعلى هيدي المعرفه اللي يمكن نحن اليوم كنا بحاجه انه نوضحها للمشاهدين، مشان هيك تنفهم اي لغط ممكن يكون بين شهر الورديه او شهر المريمي وهذا يعني الاستعراض الاسهابي اللي قدمته. انا بدي اشكرك على حضورك معنا، اكيد رح يكون لك اطلالات معنا ان شاء الله ببرنامجنا نور جديد بحلقات اخرى. شكرا لك ابونا فرانسوا. مشاهدينا متوقف نحن وياكم مع بريك، ومن ثم نعود لمتابعة نور جديد مباشرة على الهواء.